السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن ترحب بكم اليوم أجمل ترحيب في هذا الحفل لتكريم شركائنا المتميزين من الوزارات والجهات الاتحادية في تطبيق أنظمة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وليكون هذا اللقاء خير شاهد على حلقة جديدة من الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى الحكومة الاتحادية. الحضور الكريم، إن التميز الحكومي وإن كان هدفنا جميعا، فإنه في الأساس أيقونة عملنا وخيارنا الأمثل على طريق تحقيق المزيد من التقدم على مستوى التنافسية العالمية، وهو كذلك عقيدة راسخة أسست لها قيادتنا الرشيدة في نظمنا وتشريعاتنا ومبادئنا العامة، التي نستمد من فكر وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. إننا ونحن نتطلع للمستقبل ونستشرف أفضل ما فيه لدولتنا وأبنائنا، فإننا نقف طويلا للتفكير والتأسي فيما يؤكده لنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أقوال سموه المأثورة وحكمته البالغة وتوجيهاته الباعثة على التميز وحب المركز الأول، وهو أمر نستلهم منه العزم ونقتبس منه طاقتنا وإصرارنا على أن نكون في الطليعة دوما. ولعل توجيهات سموه رعاه الله بإنشاء مجلس الإمارات للتميز الذي يضع جميع برامج التميز الاتحادية والمحلية تحت مظلة واحدة هو التوجيه السديد. والآن مع تكريم الجهات الحكومية. نشكر جميع الجهات الحكومية المتميزة ونطلب من معالي الوزير البقاء لتكريم خريجي برنامج أصول الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية لعام 2012، وندعو سعادة مبارك الشامسي للمشاركة مع سعادة الوزير.